بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله رايح نحل موضوع الموافقات اللي جاء في الموضوع الثاني في بكالوريا 2016 الخاص بشعبة آداب ولغات. نص التمرين عليه 6 نقاط. سؤال أول: ألف، طلب منا أي قال لك عين باقي القسمة الإقليدية للعدد 4 أس 3 على 9. ب: استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي ك 4 اس 3 ك توافق 1 بترديد 9. ج: ادرس حسب قيم العدد الطبيعي ان بواقي القسمه الاقليديه للعدد 4 اس ان على 9. د: اعين باقي القسمه الاقليديه للعدد 2015 اس 2016 على 9. السؤال الثاني: الف، بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان 8 اس 2 ان توافق 1 بترديد 9. ب: عين الاعداد اي الاعداد او العدد الطبيعي ان، هنا كان خطأ، معليش، العدد الطبيعي ان بحيث يكون العدد 8 اس 2 ان زائد 4 اس ان زائد 1 مضاعفا للعدد 1. نبدأ بالسؤال الاول: الف، طلبوا منا تعيين باقي القسمة الاقليدية للعدد 4 اس 3 على 9. للعدد 4 أس 3 على 9، يعني شغل قالوا لنا 4 أس 3 قسمها على 9، هنا نوجد النتيجة وهنا الباقي. إذا كامل نعرفه باللي 4 أس 3 شحال تساوي؟ 4، هاهي 4 أس 3 شحال تعطينا؟ تعطينا 64. إذا ماذا لدينا؟ أي في السؤال الأول، سؤال الأول ألف، لدينا ماذا؟ أي 4 أس 3 تساوي 64. إذا لو جينا قسمنا 64، روحوا للمسودة ونقسموا 64، هذيك أي 64 تقسيم 9، 64 تقسيم 9 شحال تمدلنا؟ شحال؟ أي 64 تقسيم 9 شحال تعطينا؟ تعطينا، لاحظ، 7.111. احنا واش ندو؟ ندو 7.11 فقط، ندو 7.11. اذا 64 تساوي 9 في 7 زائد الباقي. اذا لازم نبحث عن ماذا؟ عن الباقي. ندي هذه 0.11 نضربها في 9، 0.11 واش ندير؟ نضربها في 9، اي 0.11 مضروبه في 9، واش تعطينا؟ تعطينا 0.99، عطات لنا اي تساوي 0.99. هنا واش ندير؟ ندور العدد هذا بالتقريب الى 1، الى 1. اذا 64 تساوي 9 في 7 زائد ماذا؟ زائد الواحد الباقي. يعني هناك شغل قلنا هنا ها هو الباقي، يعني هذا القسمة كي شغل كتبناها هكذا، أي 64 على 9 تعطينا 7 والباقي 1. هذا هو المقصود بهذا الكتاب. ومنه واش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا أي 4 أس 3 توافق 1 اللي هو الباقي بترديد 9. هذه هي الإجابة تاعك في 3 خطوات في ورقة الإجابة. ما تحطش واش درنا في المسودة، في ورقة الإجابة تحط هذا الثلث، هكذا ديريكت، هذه 3 خطوات. هنا هذا التمرين كي تجاوب عليه هذا السؤال ألف عفوا عندك نقطة، هذا هنا عندك نقطة، لاحظ، سهل جدا جدا. سؤال ب: طلبوا منا استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي ك 4، لاحظ 4 أس، هاي نكتبها أنا حتى تجي باينة، 4 عفوا 4 أس 3 ك يوافق، عفوا، يوافق ماذا؟ 1 بترديد 9. ها، يعني بين باللي الباقي تاع
يعني كي شغل قالوا لنا 4 أس 3 ك كي نقسموها على 9 تعطينا نتيجة وتعطينا الباقي 1. قالوا لنا بين باللي صح هذا الأخر. إذن احنا واش لدينا دائما في سؤال البكالوريا؟ السؤال با، سؤال اللي قبله عنده علاقة بالسؤال اللي يليه. يعني لاحظ وصلنا النتيجة انطلاقا في السؤال الثاني هذا با، انطلاقا من هذه النتيجة أي لدينا ماذا؟ لدينا 4 أس 3، هنا 4 أس 3 ك، يعني 3 وزدنا ضربناها في عدد آخر، يعني ك هذا عدد قلنا هاوليك من أجل كل عدد طبيعي ك. مذكركم أن الأعداد الطبيعية هي أن تساوي أي من الصفر الواحد الاثنان ثلاثة أربعة وهكذا، هذه هي الأعداد الطبيعية حتى تذكروها صح. إذن إحنا لدينا من السؤال الجواب السؤال السابق 4 أس 3 يوافق 1 بترديد 9 أم ننطلق. إذن هنا واش عندنا زيادة في السؤال هذا؟ عندنا ك، عندنا ك، نجو نحط لهم كامل ك هنا، هذا ك نحط له ك وهذا نحط له ك، هذا مكان. إذن واش ندير؟ ما نحطوهاش هنا، نكتبوها، نكتبوها مرة أخرى. إذن ومنه ويصبح لدينا أي 4 أس 3 أس الكا هذيك يوافق الواحد ثاني أس الكا بترديد ماذا؟ بترديد 9. تصبح لدينا أي الأس 3 مضروبة في الكا، تصبح لدينا 4 أس 3 كا يوافق الواحد، الواحد أس واحد ولا أس مليون ولا أس مليار يبقى 1 ما يتبدلش. دير 1 أس 20، 1 أس واحد أس زوج ملاير، واحد مانيش عارف، ما يتبدلش يبقى 1. إذا 1 بترديد 9. يعني لاحظ واش انطلق، انطلقنا من نتيجة تاع السؤال ألف ولحقنا بينا استنتجنا النتيجة اللي طاوها لنا هنا هي. هذا ما كان في 3 خطوات فقط لا غير، 3 خطوات. هنا كي تجاوب هذا السؤال هالي 3 خطوات عندك نقطة في التصحيح البكالوريا، تصحيح الوزاري عندنا نقطة لا غير. السؤال جيم قال لك أدرس حسب قيم العدد الطبيعي آن بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4 أس على 9. هذا السؤال يتطلب منا الانتباه جيدا، هو سهل جدا جدا، ولاحظ أنه يتكرر في كل مرة، أنا يدخل فيها الدور ويدخل فيها كذا، يتكرر في كل البكالوريات، يعني تقريبا أسئلة البكالوريات تعاد بطريقة تختلف فقط، يتكرر. هنا في هذا السؤال جيم يدخل الدور. تقول لي يا أستاذ كيفاش يدخل الدور؟ نعم لو كنت أقول لك أنا كيفاش يدخل العدد الطبيعي آن حسب قيم العدد الطبيعي آن، يعني آن هذا عدد طبيعي، يعني قلنا العدد الطبيعية تبدأ من الصفر والواحد والاثنان والثلاثة والأربعة ورانا رايحين معها هكذا. هذا الآن مرة يساوي الصفر ومن بعد يساوي الواحد، مرة يساوي 2 وهكذا. احنا واش نديرو؟ لاحظ معي انجو هنا هكذا هكذا نديرو الحد بيناتهم، اي سؤال جيم صح، نعطي نبدا 4. يا اخي واش قالونا؟ واش قال؟ نعاود نولي للموضوع باش تفهم. القسمة الإقليدية للعدد 4 أس على 9، كي شغل قال لك هكذا، قال لك 4 أس على 9 شعل البواقي هذا، يعني مرة هنا نمدو صفر، نجو ومن بعد نمدو 1 ومن بعد نمدو 2 ومن بعد 3، كامل الأعداد الطبيعية تجو في بلاصة الآن هذيك، هذا هو المقصود منها. نولو للإجابة تاعنا هنا، نلاحظ نبدأ أول أي 4، أي من أجل 4 أو من أجل أن تساوي الصفر، نبدأ في مكان الآن نحطه الصفر، هذه من أجل الآن تساوي الصفر.
ربعه اس الصفر يوافق ماذا؟ بترديد 9. هذا مكان ربعه اس الصفر. وشن هي اي عدد؟ قلنا ونعاود وعاودت لكم قلت لكم فيديوهات، اي عدد اس الصفر يساوي الواحد. اي عدد انت كون جيت عدد وتكون اس صفر تساوي الواحد. انت الحمد لله ربي خلقك بشر بنو ادم باش تعبدوا. اذا ربعة اس صفر واحد، اذا الباقي هو واحد. مادام الباقي صغير على الترديد حط، ما عندكش احراج حط. مادام صغير على الترديد حط الباقي، ما عندكش احراج. هذه نجو لي العدد الطبيعي اللي يجي من بعد الصفر شكون؟ يجي الواحد. اذا ربعة اس واحد هذا مكان، لاحظ انها ورانا رايحين يوافق تسعة بتر... يوافق كذا ماذا؟ بترديد تسعة عفوا. ربعة اس واحد وشنه اي عدد اس واحد يكون يساوي نفسه. خمسة اس واحد يساوي خمسة، ربعة اس واحد يساوي واحد، مليون اس واحد يساوي مليون. اذا ربعة اس واحد ربعة، اذا نحطه ربعة هنا. مادام الربعة هذه صغيرة على الترديد مقبولة. نجو هنا ربعة اس اثنان يوافق، لاحظ العدد الذي الاعداد الطبيعية هذه، لاحظ معي هذه كامل اعداد طبيعية. لاحظ هذا نحطه واحد مر اخر، ها هي ليك باش تفهم صفر واحد اثنان ورانا رايحين. يوافق ماذا؟ بترديد تسعة. ربعة أس اثنان يعني ربعة في ربعة واش تساوي؟ تساوي 16. تساوي ماذا؟ 16. هل يمكننا أن نحط هنا 16؟ 16 صغيرة على 9؟ لا لا ماهيش صغيرة، 16 كبيرة، إذا غير مقبولة ما نحطوهاش لوحدها. أن الباقي لازم يكون صغير على 9، لازم يكون بين أي من الصفر الواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. فهمت؟ لازم يكون صغير على 9. اذا واش نديرو؟ نروحو للمسودة نديرو هذيك 16 نزيدو نقسموها على الترديد على 9 واش تعطينا؟ لاحظ معي ها هي 16 تقسيم 9 شحال تعطينا؟ تعطينا 1.7777 خويا راح ندو 1.77 ما اديهمش كاع، نقول لهم خلاص خلي يديروا لاشين فيديو اخرى. هذيك دي 1.77 فقط. يعني هنا واش نقولوا؟ ان 16 تساوي ماذا؟ تساوي 9 في الواحد زائد الباقي. شكون هو هذا الباقي؟ نديروا هذا 0.77 نعاودوا نضربوه في الترديد 9 ونشوفوا. ها هو 0.77 نضربه في 9 شحال عطانا؟ عفوا دارت لي ايرور، عفوا عطاتني 6.93. لاح 6 ماذا؟ 6.93. اي نقدر ندور العدد هذا الى ماذا؟ الى السبعة، الى السبعة، انه 0.6.9 بقى شايف 6.9 نقدر ندوره الى 7. كي تكونوا راه فاصله هنا من 5 وطلعت تقدر تزيد واحد لهذه هنا تزيد واحد. اذا هنا واش عطاتني؟ 7. اذا الباقي هو 7. يعني هذا القسمه اللي راك تشوف فيها نقدروا نكتبوها 16 على 9 تعطينا 1 والباقي 7. هذه هي. ماذا نعمل؟ نجيب هذا 7 نحطه لهنا. السبعة كبيرة على 9 ولا صغير؟ صغيرة على 9، إذا مقبول خليه كيما راهو. أو سويفون اللي جاو من بعدو زيد ربعة أسواش، درنا الصفر ودرنا الواحد والاثنان، شكون اللي يجي؟ 3 يوافق ماذا؟ بترديد 9. رانا جاوبنا على السؤال هذا، ها هو راح، ها هو ها هو. إذا ما كنتش عارف ها ربعة أس 3 يوافق الواحد بترديد 9. يعني جاوبنا عليه في السؤال في الجواب في ألف، إذا يوافق واحد. أنا جايين 1.47 غير نعاود نولو الواحد حبس، أنا حبس نحبس أتوقف. علاش؟ أنا نقول لكم علاش. كل زدنا درنا 4 أس 4 يوافق نصيبه يوافق 4 بترديد 9،
كون كملنا درنا 4 أس 5 تصيبه يوافق 7 بترديد أس 9، ومن بعد كون درنا 4 أس 6 تصيبه يوافق الواحد بترديد 9. ماذا تلاحظ هنا؟ لاحظ الدور كي الرودة دورية، القسمة تاعنا وشن هي هنا دورية. إذا ما تكمل صالها تكمل المليار تصيبها الدور 1 4 7، 1 4 7 وهي رايحة. يعني تلحق 4 أس 2 ملاير ولا 3 ملاير ثاني تصيبها ثاني 1 4 7 وهي رايحة. إذا القسمة تاعنا وشن هي؟ هي دورية. واش نقولوا؟ القسمة دورية. الدور هو ماذا؟ الدور وشن هو؟ شحال عندنا؟ 1 2 3، 1 2 3 وهكذا. إذا الدور هو 3 هذا المكان. كامل أسئلة بالبكالوريا ما مش راح يعطوك حاجة أخرى، يعطوك دائما نفس هذه هي. أعرف كيف تصير برك. ها إذا الدور هو ماذا؟ هو 3 3K وين يجي؟ ها؟ يجي في الأولى 3K زائد 0. هذه هنا لاحظ شو معي، هذه الصفر يعني هذه تاع نقصدوا بها الأولى. دائما دير هاك، هاي 3K بما ندخلوش في التفاصيل زائد 0. هنا 3K زائد الواحد، هنا 3K زائد الاثنان وهكذا. ويا رايحة 3K زائد 0، 3K زائد الواحد، 3K زائد الاثنان، وتزيد تتعاود راي الدور راي الدور راي الدور ورايحة إلى ما شاء الله. أيوة إذا إجابة تاعنا راح تكون هكا. مو ما تكتبش هذو لهنا، إحنا درك ما 3K زائد 2 ما نظلوش نكتبوا له، إحنا رانا درنا هناك جاوبنا على جزء من الرودة راي الدور، جاوبنا على جزء منها. كي شغل فيلم وديت 3 سيونس ولا 3 برك مقاطع، ويا مقاطع راهي تدور تتشابه. لكن احنا كيف نكتبوا هذا التشابه اللي راهو يدور؟ نكتبوه بهذه الطريقه. لاحظ ما نقولوش مثلا 4 اس 3 الباقي تاعها 1 كيما 4 اس 0، ومن بعد تجي 4 اس 4 اس 5 4 اس 6 الباقي تاعها ثاني 1 كيما هذوك. نظلوا نكتبوا فيهم وهم ما يخلصوش، واش نديروا؟ نكتبوهم بهذا الطريقة. لاحظ معي لي يسأل الإجابة تاعك راح تكون ومنه أي 4 أس 3K توافق 1 بترديد 9. ومن بعد عندنا 4 أس 3 عفوا 4 أس 3K زائد الواحد توافق 4 بترديد 9. ومن بعد واش عندنا؟ 4 أس 3K زائد 2 توافق 7 بترديد 9. هكذا راك عبرت كامل على ذيك الرودة اللي راهي تدور بهذا الثلاث عبارات، راك عبرت عليهم راح تكرر. يعني هذا الكا لاحظ في الاول كان صفر كي دارت الرودة ولا 3 زاد الدارت ولا 6 ويرى يعني عاد الطبيعي راهو يدور. لاحظ هنا 3K زائد 1 لاحظ يعني 1 زائد 1 تشوف 3K زائد 1 ويرى. اذا واش يكون الجواب تاعنا هنا؟ بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4. واش مكتوب في السؤال؟ عاود اكتبوا جواب على 9. واش هو؟ ها هو السؤال، ها 1 و4 و7 هذا مكان ما هيش، هي الواحد والأربعة والسبعة. هاي ها هما البواقي، ها هم قاع هذا الرودة اللي راهي تدور الدورية هذه اللي تدور 1 4 7 وهي رايحة هذا المكان.
هنا السؤال هذا كي تجاوب عليه عندك نقطة. ها هي السؤال الذي يليه، واش قالوا لنا؟ أي السؤال داله، عين باقي القسمة الإقليدية للعدد 2015 أس 2016 على 9. على ماذا؟ على 9. أنت بك فنختم معها. إذا السؤال دال، عفوا نسيت القلم الأحمر هذا، دال هكذا. إذا واش قالون؟ أي تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد، أي 2015 أس 2016 على 9. كي شغل هنا قالوا لي أي 2000، عفوا نديرو هنا في المسودة 2015 أس 2016 كي نقسمو على 9 شعل عندي الباقي والنتيجة. شعل عندي اللي همني هو الباقي هنا. صح. هنا كيفاه ندير؟ أول خطوة نبدأ بها واش هي؟ أي نبدأ بال 2015، يعني 2015 يوافق ماذا بترديد 9؟ بترديد ماذا؟ 9. نأتي إلى المسودة، أي 2015 تقسيم 9 شحال يعطيني؟ أنت هاي 2015 تقسيم 9 شحال تمدلي؟ مدت لي 223.8888، يعني 223.88. صح. نحكم هذا اللي وراء الفاصلة، أي 0.88 نضربها في 9. انتبه، 0.88 مضروبة في 9 شحال عطاتنا؟ 7.92. إذا انتبه، 7.92 ندورها إلى العدد، أي إلى 8. إلى 8 يعني وش معنتها؟ معنتها 2015 تساوي 9 في 223 زائد 8. اتحقق اتحقق. إذا ما أمتنيش، ها 9 في 223 زائد 8 شحال تعطينا؟ هاي لك 2015. برك كاين قد بعض الحاسبات اللي الفاصلة النقطة هي الفاصلة، هنا الفاصلة تعتبر تندار بين الآلاف حتى ما تغلطكمش، هذه 2015 وليست 2.015. نواصل، انتبه. إذا 2015 توافق ماذا؟ توافق 8 بترديد 9. هل هذا 8 يدخل في البواقي اللي صبناهم في الدور؟ لاحظ، بواقي اللي صبناهم في الدور هي 1 4 7، ما يدخلش في البواقي اللي صبناهم في الدور. إذن العملية ستواصل طريقها، عملية ستواصل طريقها. إذن هذا 8 نعود لكم عدد لا علاقة له ببواقي الدور. بواقي الدور قلنا ماذا؟ هي 1 ماذا؟ 1 و4 و7، 1 و4 و7. هذا 8 ماهوش هنا، ما كاشو، متفاهمين؟ 8 هذا ما كاش. اذا نواصل العمليه تاعنا. واش نقول؟ لاحظ ان 8 هذا وراء 9. لاحظ، مثلا نقول لك 6 7، ها في الأعداد الطبيعية 8. أنت قل لك مثلا 7 6 7 8 9
لو جيت إلى العددين هذا 6 و 7 لاحظ أنهما عددان مترادفان. لو جيت إلى 8 و 7 عددان مترادفان، 8 و 9 عددان مترادفان، 9 و 10 عددان مترادفان، وهكذا. إذن واش نقول هنا؟ أن 8 و 9 عددان مترادفان، إذن 8 مرادف للعدد 9، 8 هو مرادف للعدد 9. كيكون هذا العدد، انتبه مليح، كيكون هذا العدد المهم كيطيح لك كيما هكا، العدد هذا مرادف للعدد 9، نحكم هذيك 8، هذيك 8 توافق ماذا؟ توافق 8 ناقص ترديد ناقص 9 بترديد 9، 8 ناقص 9 بترديد 9. إذن واش تصبح لنا؟ تصبح لنا 8 توافق ناقص الواحد بترديد 9. لماذا؟ لأن 8 وناقص 9، ناقص 9 أكبر من زائد 8، إذن ناقص الواحد. إذن أنا واش درنا؟ نقصنا الترديد. دائما في العمليات كما هذو نعود كيطيح لك هنا عدد مرادف للعدد، يعني هذا صغير على هذا بواحد برك، مرادف يعني صغير عليه بواحد. مثلا كون طاحت لنا مثلا 6 توافق 7 هكذا، نديرو 6 ناقص 7 دائما يخرج لنا ناقص واحد هذاك دائما. اذا انت بلا ما تكسر راسك كيطيح كيما هذا 8 مرادف 9 دير ناقص واحد، متفاهمين؟ عاود دير نقص الواحد تاعك هذا المكان. اذا رانا درنا هذاك نقص واحد، ها لو جينا هذا النقص واحد وجبنا الجهه هذه الطرف هذا، لو جينا هذا النقص واحد وقلناه هنا واش تولي لنا؟ هذا كيولي منا يولي زائد، اذا تولي لنا 8 زائد الواحد توافق ماذا؟ الصفر بترديد 9. اذا تولي لنا 9 توافق الصفر بترديد 9. ها ولاحظ انه كل عدد اذا قسمناه على نفسه، 9 قسمناه على 9 ولا 8 على 8 ولا 7 على 7، يبقى الباقي هو 9. كشو قلت لك 9 تقسيم 9 1 والباقي 0، قلت لك 7 تقسيم 7 1 والباقي 0. يعني أي عدد طبيعي نقسموه على روحه على نفسه الباقي راح يكون صفر. هذا واش نقصده من ناقص واحد؟ وناقص هذاك واحد ليس باقي، ما تفهم، ناقص واحد ليس باقي، أو في العملية هنا صح ماهوش باقي، ما تفهمه مليح صح. إذا كي توصلنا لاحظ 2015 توافق 8 بترديد 9، هذه كامل به نوصل عليه انه هذا 8 تلحقني هذا الناقص واحد به مع الاخر. واش نكتب؟ نكتب 2015 توافق ناقص واحد بترديد 9، ها هو الهدف تاعي. ها هنا كي لحقت لهذه الامر راه سهل، شوف كي لحقت لهذه حاجه سهله. هنا انا واش ندير؟ واش عطاولك 2015؟ شوف مليح، اس 2016 توافق كيما درت هنا 2016 زيد هنا 2016 ناقص واحد أس 2016 نفس الشيء بترديد 9. هاي لاحظ أن هذا 2016 هو ماذا؟ هو عدد فردي، عفوا عدد زوجي، 2016 عدد زوجي. يعني أي عدد مثلا نكون نقول لك ناقص واحد مثلا أس 2 واش يساوي؟ يساوي ناقص واحد مضروب في ناقص واحد، يعني الناقص في الناقص تعطينا زائد، الواحد في الواحد واحد. كون نقول لك مثلا ناقص واحد أس 4 عدد زوجي، راح يكون عندنا ناقص مضروب في ناقص مضروب في ناقص مضروب في ناقص، راح يخرج لنا زائد، زائد واحد. إذا
ناقص واحد أو أي عدد طبيعي تسبقه ناقص عفوا أنا ناقص واحد والسعادة زوجي يخرج لنا واحد، راح يخرج واحد. غير يكون عندك الأس هنا الناقص واحد، يكون عندك الأس عدد زوجي عرب اللي يخرج واحد. إذن 2015 أس 2016 توافق واحد بترديد 9، وهذا الواحد يدخل مع الجماعة اللي صبناهم في الدور اليوم هذا 1 4 7 صبنا هاولي. يعني 2015 أس 2016 هي من الشكل 4 أس 3 ك، 4 أس 3 ك. شوف إذا لاحظ واش نكتبوا له هنا وطلبوا منا، قال لك ما هو باقي 2015 أس 2016 على 9. إذا نكتبوا له باقي 2015 أس 2016 على 9 هو الواحد. المهم شو وين لحقنا، شوف باش تكون صبنا 8، 8 ما يستخلها في ذو كل البواقي 3 اللي دوره، هذيك 8 مرادف 9 نديروها ناقص 1، ناقص 1 هذا المهم، ناقص 1 تكون مرادف ناقص 1 على بالك على خرجة ناقص 1 يعني صح. ومن بعد واش درنا، هذا هنا أس، أس عدد زوجي ناقص واحد أس عدد واحد، إذا واحد لازم نخرج بالنتيجة أنه هذه الباقي تاعها هو هذاك العدد واحد من ذوك الثلاثة اللي دور. نعاود لك، لازم تخرج بنتيجة ما خرجتش بواحد من هذوك الثلاثة اللي دوروا، أي 1 4 7 راك غلط، لازم تخرج فيها. هذه هي الهضرة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني وش قلنا؟ ألف بين أنه من أجل كل عدد طبيعي أن 8 أس 2 أن يوافق واحد بترديد 9، يوافق واحد بترديد ماذا؟ بترديد 9. ثانيا السؤال ألف، أي المطلوب منا أن نبين أن 8 أس 2 أن يوافق الواحد بترديد 9. هكذا ألا تلاحظ أن هذا 2 أن أنه عدد زوجي؟ لماذا عدد زوجي؟ تقول لي لماذا يا أستاذ 2 أن عدد زوجي؟ ونعرف احنا نعرفوا باللي الان هذا ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية، راح يكون 0 1 2. المهم لو الان 0 2 في 0 0 0 عدد زوجي، 2 في 1 2، 2 في 3 6، 2 في 7 14، تعطينا غير الاعداد الزوجية. اذا 2 ان عدد زوجي، لو قالوا لنا 2 ان زائد 1 يولي عدد فردي، لكن هنا راهو عدد ماذا؟ زوجي. هذه أول حاجة تنتبه لها، أنه هذا 2 أن عدد زوجي، أنا يسهل لنا الأمر. إحنا في السؤال في التمرين اللي قبله كان لدينا ماذا؟ لدينا عندنا هذا 8 تلاقينا بها، هاي والراهي هاي تلاقينا بها هنا، هاي 8. إذن واش كان لدينا؟ أي 8 توافق ناقص 1 بترديد 9. يا اخي هكذا ها يعني خرجت لنا هذه صح. احنا نجو غير لهذا 8 ونزيدوا لهذيك 2 ان يوافق الناقص 1، ثاني نزيدوا له ذيك 2 ان هنا بترديد 9. ومن بعد شو حاجة سهلة في 3 خطوات برك، 8 أس 2 ان توافق مادام ناقص 1 أس عدد زوجي، كيما هنا أس عدد زوجي نفس الشيء، يبقى لنا 1 بترديد 9. قال لنا بين بلي 8 أس عدد زوجي 2 أن الباقي تاعها هو 1، أي يوافق 1 بترديد 9. بدينا من هذه خرجنا في اللي قالنا بين، هذا مكان
متفاهمين؟ هذا المكان، هذا هو الإجابة على السؤال ألف. ننتقل الآن إلى السؤال ب. قال لك تعين الأعداد أو العدد عفوا طبيعي آن، بحيث يكون العدد 8 أس 2 آن زائد 4 أس آن زائد 1 مضاعف للعدد 9. 8 أس 2 آن وصلنا الباقي تاعها هو 1. إذا الأمر راه سهل، ما تقلقش يا لاحظ. ها با انتبه، واش عندنا؟ أي تعيين ها هو آن، يعني قيمة آن شعال، بحيث تكون 8 أس 2 آن زائد 4 أس آن زائد الواحد ها وشن هو مضاعف للعدد 9. ماذا؟ مضاعف للعدد 9. احنا واش عندنا من هذه المنطلق؟ ها لاحظ انه لدينا ماذا من السؤال اللي قبله، اي 8 اس 2 ان توافق الواحد بترديد 9، يعني الباقي تاع هذه هو 1. اذا واش نكتب؟ اي 8 اس 2 ان زائد 4 اس ان زائد الواحد توافق ماذا بترديد 9؟ توافق ماذا بترديد 9؟ هذا 8 أس 2 الباقي تاعها وراها هو 1، هذه تبقى ما عندنا، هذه تبقى 4 أس آن وهذه زائد 1. يعني هذا، يعني حبيت نقول لك هكا، يعني هذا نحطهم هنا 1 زائد 4 أس آن زائد الواحد بترديد 9. هكا حبيت نقول واحد زائد الواحد وشن يعني اثنان، اي تخرج لنا 4 اس ان زائد الاثنان، ما تجمعش هذه مع هذه خليها كيما راه. اذا واش نجي نكتب هنا؟ انتبه، توافق 4 اس ان زائد الاثنان على بترديد، توافق 4 اس ان زائد اثنان بترديد 9، صح. اذا حتى يكون هذا العدد 8 أس 2 أن زائد 4 أس أن زائد 1 مضاعف للعدد 9، يجب ماذا؟ يجب أن يكون هذا العدد 4 أس أن زائد 2 يوافق الصفر بترديد 9. يعني في المسودة كفان ترجمها لك، يعني حتى يكون هذا العدد هذا ها يكون مضاعف للعدد 9. ما معنى مضاعف؟ كيما 18 مضاعف للعدد 9، ها يكون مضاعف للعدد 9 لازم ان هذا الربع اس ان زائد الاثنان كي نقسموها على 9 نصيبوا الباقي صفر، لازم ان هكا، هذه هي الهضره. ها اي واش نكتبوا؟ حتى يكون أي العدد 8 أس 2 آن زائد 4 أس آن زائد الواحد مضاعف لتسعة، يجب أن يكون ماذا؟ أي أن يكون 4 أس آن زائد الاثنان يوافق الصفر بترديد 9، لازم يكون هاك. ومنه 4 أس آن توافق هذا الاثنان، يديها من الجهة من الأخرى تولي ناقص الاثنان بترديد 9. عندنا الناقص، كي يكون عندك الناقص واش دلو؟ نقص منه زيد، عفوا هنا زيد له للترديد، زيدوا للترديد، اي 4 اس ان توافق ناقص 2 زائد 9 بترديد 9. ومنه 4 اس ان توافق 7 بترديد 9، هكذا
والسبعة هذا من البواقي اللي صبناهم. أنا أذكرك صبنا 1 4 7، هذا من البواقي. لازم نوصل للبواقي اللي صدتها. السبعة وين مكلاسي؟ 3K ولا 3K زايد 1 ولا 3K زايد 2؟ ورا عمي السبعة ورا، ها هو 4 أس 3K زائد 2، يعني الآن هنا تساوي 3K زائد 2. ما عندناش الآن يا تساوي 3K يا تساوي 3K زائد 1 يا تساوي 3K زائد 2. صبنا الباقي 7، إذن الآن تساوي 3K زائد 2. ومنه نجد ماذا؟ أي أن تساوي 3K زائد 2 مع معلوم ك عدد طبيعي. أم قالوا ك عدد طبيعي. هذه هي الإجابة تاعنا. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم في فيديو آخر بإذن الله، متمني لكم من الله عز وجل التوفيق والنجاح إن شاء الله في البكالوريا بعلامات جيدة، وإن شاء الله تفرحونا وتفرحوا والديكم. وإلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.